رجعنا من جديد عسلامتكم، مرحبا بكم. صباح النور للناس اللي خلطوا علينا في الاستماع. احنا نهارنا اليوم مش كيما اي ويكاند، راهو نهارنا اليوم مميز. بديناه مصباح كان مميز وباش يكمل مميز حتى لل11 معاكم تخوب البركه اللي جاتنا خصيصا من مدينه الحمامات باش تعمل لنا الامبيونس المزيانه اللي بتسمعوها توتسويت وباش تعيشوها في لا فيديو لايف على صفحه الفيسبوك نتاعنا راديو مي تونيزي. خليكم معانا، مرحبا بكم تخوب البركه بحذانا باش نعملوا امبيونس مزيانه هكا نختموا بها صبحيتنا لليوم، وهذا بالطبيعه بمناسبه الموسم اللي هو الليله. دونك احنا بديناه من الصباح اليوم في راديو ميد. مرحبا بكم الكل، خليكم معنا تسمعونا على 100.1 زاد كيف كيف على www.radiomedtunisie.com. ما تبعدوش ما تبدلوش الموجه. الله يا لطيف اللطف، الله لا غيرك يرجى. الله يا لطيف اللطف، الله يا قاضي الحاجة. الله يا لطيف اللطف، الله لا غيرك يرجى. الله يا لطيف اللطف، الله يا قاضي الحاجة. سميت باسم الرحماني يا صاحب الفضل ارعاني. هو ليلي غير الله ملجا. الله يا لطيف اللطف، الله لا غيرك يرجى. الله يا لطيف اللطف، الله يا قاضي الحاجة. ثم الصلاة عليه كثير الهاشم الأم البشير يا صاحب الفضل المنير. يوم القيامة فيك نرجى. الله يا لطيف اللطف، الله لا غيرك يرجى. الله يا لطيف اللطف، الله يا قاضي الحاجة. يا لله جيتك بتخيل طال فضلك يا شرعية، تحت السنجق والقنديل أم عويش المنوبية. يا لله جيتك بتخيل طال فضلك يا شرعية، تحت السنجق والقنديل أم عويش المنوبية. يا لله ما احلى قعدتها طال فضلك يا شرعية، والكتاب على ركبتها طال فضلك يا شرعية. هي أمي وأنا وليدها، والقول عندي أمي البيا. وأنا جيتك بمحمد زغري طاعة المنوبية. يا لله جيتك بدخيل طال فضلك يا شرعية، تحت السنجق والقنديل أم ويش المنوبية. فضلك يا شرعية يا مولاة المدفع صادي. قال فضلك يا شرعية، كبرني على حسن مرادي. ونقول عندي أمي لبيا، وأنا جيتك بمحمد صغري طاعة المنوبية. يا لله جيتك بدخيل قال فضلك يا شرعية، تحت السنجق والقنديل أم ويش المنوبية. يا لله جيتك من ماطي قال فضلك يا شرعية، نبكي ودموعي تتقاطي قال فضلك يا شرعية. يا لله تاخذ بالخاطر عندي أمي لبيا، وأنا جيتك بمحمد زغري طاعة المنوبية. يا لله جيتك بدخيل
طال فضلك يا شرعية تحت السنجق والقندين. الله ويجعل من نوبيه هيا خمسة وخميس وسع على رسول الله. ونغارة يا سيدة يا نغارة يا سيدة نغارة دبر عليا بدبارة يا سيدة. لله أمي يا محلى ذكرك في فمي لله أمي يا محلى ذكرك في فمي انت اللي تشلي لي همي. أمي يا حلوة ومسرارة يا سيدة نغارة يا سيدة يا نغارة يا سيدة. الله نغارة دبر عليا بدبارة يا سيدة. يا ساكنة في منوبة يا محبوبة ساكنة في منوبة والحضرة والله منصوبة وابخرها في المجمرة يا سيدة نغارة يا سيدة يا نغارة يا سيدة نغارة دبر عليا بدبارة يا سيدة. شوف النبي صلي عليه وعلامة سيدي حني قدامها يا لميمة في دارها يا لميمة في دارها يا لميمة في دارها المنوبية وصغارها يا لميمة يا لميمة وعلامة يا لميمة وعلامة سيدي الحني قدامها يا لميمة في بيتها يا لميمة في بيتها يا لميمة في بيتها تحلف عيني مريتها يا لميمة وعلامة يا لميمة وعلامة يا لميمة وعلامة سيد الحني قدامها يا لميمة. بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية وانا جيو بالحملة ونروح على رجليا وانا جيتو بالحملة ونروح على رجليا. بابا سالم يا تركي يا ملجب العكري بابا سالم يا تركي يا ملجب العكري بابا سالم يا تركي يا ملجب العكري وانا جيتو على البكري والروح عقب عشية وانا جيتو على البكري والروح عقب عشية. يا رئيس البحرية بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية وانا جيتو بالحملة ونروح على رجليا وانا جيتو بالحملة الله الله على رجليا. رسول الله يا انت عاجب الفيل صلي عليه. الله 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 بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية وانا جيتو بالحملة ونروح على رجليا وانا جيتو بالحملة ونروح على رجليا. هاجي القبة معلاها بالشمع يا مضوى هاجي القبة معلاها بالشمع يا مضوى هاجي القبة معلاها بالشمع يا مضوى بابا سالم مولاها ضو شمعة عينيا بابا سالم مولاها ضو شمعة عينيا. بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية وانا جيتو بالحملة ونروح على رجليا وانا جيتو بالحملة ونروح على رجليا. يا محمد يا جد الحسني سلتك بصحابة اشفع فينا يا نور العين. يا محمد يا جد الحسني سلتك بصحابة اشفع فينا يا نور العين. يا سيدي يا جد أشواقي يا سيدي يا جد أشواقي واذكاري ولا خلاقي يا من فعل رشدي ولا خلاقي
فرحنا يا محمد بيك فرحنا بيك سعدنا وبيك ربحنا بيك فرحنا وبيك ارتحنا يا إلهي لا تفضحنا يا إلهي لا تفضحنا واسترنا أنت ستر اشفع فينا يا نور العين يا محمد يا شد الحسنين سلفك بالصحاب اشفع فينا يا نور العين يا محمد سلفك بالصحاب وبابا علي عزوز يا جدا وبابا علي عزوز يا بابا جوش الحضرة يا بابا يخبو دير بلا يوم أحلاها القبة يا بابا والشمع ضوين ومحلاها القبة يا بابا والشمع ضوين محلاها القبة يا بابا والشمع ضوين شوش الحضرة يا بابا شيخ بوراوين شوش الحضرة يا بابا شيخ بوراوين صلي وعلى محمد صلي وعلى محمد صلي وعليه وزيد صلي وعليه وزيد يا من يعشق محمد يا ربي تاخو بيدو بابا علي عزوز يا رجالة الله الله بابا علي عزوز يا بابا يا رجالة بابا علي عزوز يا رجالة شوش الحضرة يا بابا شيخ بودير بلا شوش الحضرة يا بابا شيخ بودير بلا يا سيد علي عزوز الله يعلي قدره وبابا علي عزوز يا بابا الله يعلي قدره سيد علي عزوز الله يعلي قدره على جبل زغوان يا بابا على جميع الفقراء على جبل زغوان يا بابا على جميع الفقراء بابا علي عزوز يا رجالة بابا علي عزوز يا بابا يا رجالة بابا علي عزوز يا رجالة شوش الحضرة يا بابا شيخ بودير بلا شوش الحضرة يا بابا شيخ بودير بلا الله الله يا بابا وسلام عليك يا سيد الله الله يا بابا وسلام عليك يا سيد سيدي منصور يا باب ونجيك نزور يا سيد سيدي منصور يا باب ونجيك نزور يا سيد رئيس البحار يا بابا يا نغار يا سيدي 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 سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا سيدي سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور سيدي منصور يا باب ونجيك نزور يا سيد سيدي منصور يا باب ونجيك نزور يا سيد سيدي منصور يا باب ونجيك نزور يا سيد الله 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 عليكم يعطيكم ألف 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 صحة تخوب البركة مجموعة البركة جيتنا اليوم خصيصا من الحمامات برهان بي بقيادة برهان بي مرحبا بيك وبيك أخت زينب إن شاء الله بحنور مرحبا يعيشك يعطيك الصحة أنت والمجموعة الكل يعني كلهم ولاد البلد الفرقة الكل جاتكم الفرقة الكل جبناها اليوم الفرقة الكل اليوم حاضرة بحضينا بتبيع واخذين احتياطنا هكا لابسين لي بافيت نتاعنا باش هكاك قدرة ربي لاباس إن شاء الله إن شاء الله عيدكم مبروك الكل آمين نعرفوا اللي توا وقت يعيشك نورمالمون الوقت هذا يكون وقت الخدمة نتاعكم أنتوما والتحضيرات نتاعكم أنتوما الصداق والخطوبات والطهور وغير وغير لكن الظروف ما خلتكمش ما خلتنيش الناس الكل
نخدموا. دونك للناس اللي يحبوا يتصلوا بيك في المستقبل باش ينجموا بور ريزيرفي باش يبدا عندهم فروحات كما قلت انت نجموا يكونوا اجلوا حتى مناسباتهم الكل للصيف اللي هي الجايه برشا وقع تاجيل معنا المناسبات تاعهم للصيف نتاع الظروف الحاليه. كيفاش نجموا يتصلوا بيكم باش يعيشوا هالجو هذا الكل في ديارهم؟ ان شاء الله فرحانين في كل دار تونسيه. مرحبا بالناس الكل، احنا مجموعه البركه بالحمامات. رقم الهاتف نتاعنا 97 437 437، يتصلوا بينا، موجودين لكل المناسبات. ان شاء الله نقولوا ان شاء الله ربي يبعد علينا البلاء ان شاء الله، وان شاء الله نرجعوا معناها الناس كل نفرحوا ونكونوا الناس كل معناها ملمومين في الخير بحول الله ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم الف صحه. دونك هو النمر 97 437 437، ساهل النمر نعاودوه مرتين 437 437، النمر 97 من الاول. فوالا دونك المجموعه هذه كامله اليوم اللي جاتنا، اليوم جينا المجموعه كامله هكا مع البخور ومع العجعاجي والجو الجو الموسم. اي انس عبوده صديقنا وفماش حد في حمامات ما يعرفوش، وشكون ما يعرفش مدام سعاد عبوده والله. ربي تحيه كبيره ليها. مدام سعاد نحبوها برشا برشا برشا، ربيت اجيال واجيال واجيال، هي وسيل بشير عبوده ربي يرحمه. دونك نسلموا عليها برشا برشا برشا. بارك الله فيك يا اخت زينب على الاستضافه هذه، وديما منورتنا وديما في المناسبات هذه. ان شاء الله ننوركم احنا زاد بحضورنا. يعطيكم الصحه. شكرا جزيلا على الاطراء اللي اعطيته للوالده، والوالده الله يرحمه. وهذاك شوفوا معناتها العبره في هذا الكل، اللي انسان هو فعله هو اللي باش يخلي العباد تذكر به لا اكثر ولا اقل. على كل حال في الاطار هذا ندعيوا لربي ان شاء الله يا ربي يرفع علينا الوباء ويرفع علينا الغلاء ويرفع علينا الازمه هذه اللي تمر بها تونس، نرجعوا كما عادتنا نفرحوا. كهو انا هذاك شنو عندي، يعطيك الصحه يعطيكم الصحه الناس الكل. لا اختي زينب، ديديكاس لكل امهاتنا وابائنا اللي معنا خايفين عليهم، يعني ما نعرفوش قداش نبدو خايفين عليهم، يعني حتى الزيارات تكون يعني محدوده ولا فهمت، نبدو خايفين عليهم على الشيء اللي معناتها اللي صاير فينا. ربي يحميهم ان شاء الله. نقول احنا نحب نعمل ديديكاس لامي الوالده زهره بن فرج، على خاطر اللي معناتها قاسات علينا، وحنا تو قاعدين نحاولوا نحافظوا عليها. ربي يفضلها لكم يا ربي يبارك لنا.